إذا مرحبا بكم سيداتي آنساتي سادتي، صحة شربتكم فهمني، وإن شاء الله معناها تكونوا فرحانين وعاملين جو فهمني. دليلكم لك رجع مرة جديد في 2019، هذه السيزون جديدة من 2019 فهمني. وباش نسألوا سؤال، وفازت معنا إيفلين فهمني، ممثلة ولاية سليانة. عسلامة مدام إيفلين، عسلامة. هاي برا نبداو نحلوا سنادق برا. اختار لنا نومرو ترى 23. مش هاي ساعة عندك أرقام حظ؟ عندك 2 ماكسيموم أرقام حظ؟ لا ما عندك أرقام حظ. به زعمة شنو في الصندوق هذا ترى؟ خنطل في الصندوق شنو فيه؟ هي لازم انت ساعة سمحني علاش جاي لهنا؟ شنو تحب تعمل بالفلوس نتاعك؟ شنو عندك مشروع؟ عندك لا والله تبديل جو. زين، وقداش تحب تربح معناها باش نروحوا فرحانين معناها؟ اللي تشوف فيه هذا اقسمه على 30 هذاك باليورو قداش؟ نعم جاي نعمل جو شيء. اللي نطلع نحب نظهر على التلفزة. لحظة ناحي الكاميرات. لازم تحب تلعب عليها، لازم عندك سامحنا الكاميرا طاحت شويه من عند كاميرامان فهمني، ناكدوا لكم ما صار حتى عنف يعني. عاد قلت لي إيفلين علاش جاي تلعب لهنا في اليوم؟ نحب نعرس وحاجه فلوس. معناها المسيو مسكين منتف ما ينجمش فهمني، المسيو يتفرج فينا ما غادي. تحيه بالله، شو اسمه؟ لا مثال شم تحية للمسيو غاديك. تسمع قالت عليكم نتف وهي جاي تويني تاو الشهامة، وين المرأة هي اللي تجيب الفلوس؟ والمقدم ديما هكا عصر زين فانت. عاد قلت لي صندوق رقم 23 باش تتخلى نهائيا وإلى الأبد على مبلغ قيمته 250 دينار. اي برا مدام حال، لا يعطينا الرقم اللي بعده، يعطينا الرقم اللي بعده. 9. يلا سوسة حلك صندوق متاعك، حل يعطك عاست حل. ويه زهرة معك والله، المسيو من غالي راه فرحان، راه فهمني قاعد داز كرشه في الدار فهمني. سبورتيف المسيو ولا سبورتيف كيفي انا معناها هكا، ولا قلب شوية ولا اقلب برشا اقل معناها باهي. الصندوق لي صندوق لي بعد، شنو احساسك يقولك؟ شنو احساسك يقولك؟ خلينا نشوف 17. ساعة عندك غنية تجيب لك الحظ معناها ولا نحطو لك الفريق التقني خلي يحط لك الغنية نتاعك ولا تقول okay. نزود ماشي. هاي لعبة تونسية. يلا لعبة تونسية. شنو صندوق قلت لي؟ 19. بعدنا حلو صندوق ولاية تطاوين باش تتخلى نهائيا وإلى الأبد على مبلغ قيمته 50 دينار. ما مظهر أنت بنين في الدنيا ولا؟ والله مش مشكلة. شنو معناتها ماكش مظهر خاطر ما خذته؟ تسمع يا مسيو، تسمع مدام شو تحكي عليك في التلفزة؟ أنا ما قلت شيء. أنا هاني باش نسكت. هيا نواصلوا بيه مسيو، راهو متغش من غادي ولازمنا مبلغ باهي باش ينسى باش يسامحنا معنا، خاطر كان تروح له بربع دجاج ولا ببسيسة راهو ما فهمني. دونك شو عملنا؟ خمسة. شنو احساسك يقولك باش نلقاو صندوق ذهبي احمر؟ احنا نتمناه ان شاء الله يكون ازرق معناه، ولا صندوق وردي معناه؟ ممكن وردي. ستة قلنا. إذا ما يسألش يلا قفص. حالة معناها فهمني سيداتي آنساتي سادتي، إذا كانت تحبوا تربحوا شطر المبلغ اللي باش تربحوا مدام إيفلين معانا لهنا فهمني، تبعثوا SMS على الرقم الظاهر أسفل الشاشة فهمتني، ونواصل. واي كيف هي؟ شو عمل؟ ورقم 16 يا صندوق تاعي. الحظ ما خاطر الصندوق هذا في الاخر هو اللي باش تاخذه، اما تنجم تبدل معنا. يقترح عليك ساعات تغيير صندوق. يلا 20.
بعد لنحلوا عشان باش تتخلى على بسيسة. هاو السحب هاو السحب كيفاش مش كيما مش كيما ماوكلي البارح للأسف، معناها الظروف ممشتش معاه ماوكلي وربح كعبتين بنان فهمتني. اما هاو السحب كيفاش لازم يكون. يلا إيفلين مدام ماشي خلينا نواصلوا في النسق هذايا. شوية موجات إيجابية جمهور شوية. ثلاثاش يلا. أنا إحساسي يقولي أنه شوية خلينا نشوف شنو في الصندوق. قص الأغنية. إيفلين لحد الآن السحب ماشي مليح. أمورنا تبارك الله، هاك تشوف اللوحة قدامك داخلين نازلين على الأزرق معنا. أما ما كتعرف حاجات باهية كل يجي وقت وتوفها معنا. وذاك علاش كي باش نحل صندوق رقم شنو؟ 13 باش تتخلى للأسف عن مبلغ قيمته 15000 دينار. شنو؟ ايش هذا؟ وهذا ايش هارية؟ فهمني؟ ايه كيفاه تو الزب؟ تبعت الزب. وي ديوس نيك هزيت عليك الزب. نعم ما بهم الزب. ديوسكت اخرى. وي هذا هي البنكاج اللي باش يقترح علينا فهمتني. اي والله يا بالله. اي لا اي هاي من ولاية سليانة اي باه. ديما يبدا يضحك البهيم واحد المخدم. البنك تقترح عليك لو كان تحب تغير الصندوق. انو نتاعي؟ اي صندوق. لا تواصل نمرو 16. نواصلو. اذا إيفلين تواصل بالمبلغ نتاعها. اي رجعك الفن. وين نمشي واي؟ نمشيو رقم 3. عنده معنى في حياتك رقم 3؟ بتذكر زعما هو باش يكون باهي معاك ولا لا. خلينا نشوفو. 20000 دينار باهي لحد الان. إيفلين كان تشوف معايا الصنادق الاحمر والصنادق الصفر اللي بيهم فايده لاباس، ولو كان تعمل مزيه تخلينا الامور كيما هكا. اي وين نمشيو يا سيدي؟ 11 بعد ما نحلو 11 مية ياما عندين زب. لا للأسف إيفلين فهمني بالله علاش تبعبص؟ خلينا نتنفسو خلينا نقعدو شوية طويكة خلنا عشيو باهي. والله عرفت. هو إيفلين في البرنامج بتاعنا كل ما متباري معنا يفتح صندوق أحمر فهمني، أنا عنده ترتيح أنا عنده فوز نتعرفوا على بعضنا أكثر فهمني. خلنا نجبد الوراق متاعي لهني. هو أنا عندي المعلومات فهمني، أما باش الجمهور يعرف. أنت إيفلين قداش عمرك طول؟ 22. تبارك الله عليك إيفلين. تخدم تقرا؟ تخدم تبارك الله. شنو تخدم؟ تخدم بيوتيل تبارك الله. معناها انت حسب ما نشوف في الفيشة هذه جاية من الريف، عائلة مساكن على قدكم معناها فهمني، وانت كتعبت روحك وكنت الفتاة المثالية كما نقولوا، وخرجت لبرا وقريت ووليت تو تخدم ما شاء الله فهمني. قلت لي ما لبش تعرس بالفلوس. كيف تعرفت على المسيون فيك لو كان تحكي لنا معناها فهمتني؟ والله زواج عائلي معناها هكا. هو امه شافتك خطبتك ليه وقعدت توصف شكاره معناها مازال ما شافكش. هو انا اهلي من دنيا فلوس. ايوه طلع هو ما عندوش فلوس معناها لا راست لك لا منا لا. وطبعا معناها اذا كان باش تربح فلوس اسكو باش تكمل تعرس بيه الراجل هذا ولا حسب الدنيا؟ يعتمد شنو؟ طبعا معناها المسيو قاعد يتفرج فينا من غادي فهمتني. اما راه نصور حزين شويه معناها، يقول كان باش تربح باش تعرس بيه، مش تربح باش تعرس بيه، نصوره حزين شويه معناها.
ما يجيش معناها هي الموضوع كومبليتيت اصلا. والله هي صحيح نصور انت عشت حياه صعيبه وخلينا نبدل الجو ونرجع الفن فهمني ونواصل السحب نتاعنا. ايفلي ناهي وين نمشيو؟ عنا فهمني عنا 1 2 8 21 بعد ما حلوا صندوق 21 تخلى عن 100 مليون ما شاء الله سحب. اذا كان ماكش تبعث اس ام اس تو برا امشي حط صبعك في ترنتك وارقد خاطر هادي هذا هو احسن وقت تربح فيه اس ام اس او شطر المبلغ نتاعنا فهمني. نجم تعمل سبسكرايب باش تدخل معانا في القرعه وتربح اشتر المبلغ اللي باش تربحه المتباريه نتاعنا ايفلين اليوم. ايفلين وين نمشيو؟ كيفاش؟ علاش؟ وقتاش؟ 7 تعرف 7 نوفمبر هو العيد اللي صار بن علي فيه الرئيس نتاعنا وتنصب وعيد رقم يعني مهم جدا في تونس. هل انه الرقم باش يكون مبروك عليك ولا؟ لا انت اللي نحستها عاد عملك خسرت راك 600,000 دولار طويق ده يسيرش افلين يسيرش كهو معناها واحد اغزر انت تبارك الله طويق صندوق 2 3 4 5 6 7 زرق ما هو لازم زادة يتحل صندوق معناها كهو فهمني. انت يفلين عندك اخواتك؟ عندي ولا بس عليهم صفا جو؟ لا مش برشا. مش برشا متعاركين صحاب كيفاش معناها؟ مشاكل وامور ماديه ما كهو كل عائله هكا ما تعرف ويزيد يكبروا صغيرات وعينيهم تتحل فهمني وتكثر مشاكل بين الاخوه وكذا. اما كي جيت لقيت ملك شجعوك باش تجي يعني لهون على البرنامج؟ آه. والله لا مش شكون لي شكون اكثر واحد ما شجعكش؟ اختي صغيره ما شجعتش معناتها نتصور ماكش تعطيه حتى شيء من المرابيع. لا. خلينا نبدل الجو ونرجع وخلونا نحطوا لك فن معناها غني فهمتني ولي البلوك فهمني غني صوتك الزبده خلينا نبدلو تريبي بويز هذا ما مزود راب تونسي هذا با هاي وين نمشيو فلينا هيك بس لي روحك هاي كيفاه فيق هاي 2 هذايا عندي رقم مفضل 2 على خاطر جبت كان زوج صغيرات انا في حياتي كل فهمتني ما نعرفش باش يطلع باهي معناها النمر عليك ولا فهمني. خليني نشوف الصندوق هو يقول لك ان بعد العسر يسر والصندوق 2 فيه 10 دينارات البنك لا الو اي يا والله بنكاجي يا الله بنكاجي البنكاجي يقترح عليك لو كان تحب تجي تغير الصندوق. لا ما نحبش انا واصل لا سي عدل المنفذ نرفض تغيير الصندوق. اي رجع لنا كالفن رجعنا كالفن فهمني. اي كيفاش طويك ايفلين اسمع ركز لي روحك خاطر كيما تشوف طويك ولاو برشا صندوق حمر وبرشا صندوق مزيانين اما صندوق الخايبين نقص. دونك ثبت لي روحك مليح تنفس اعمل شربه هكا فهمتني فهمني على بالرينز الرينز لاني كله فهمني اعمل كمية على روحك زادة في عقلك فهمني. اللي يعجبك في البرنامج متاعنا يسمح بالتدخين في البرنامج متاعنا ركزوا لنا روحك خاطر مرحلة صعيبة ياسر طويك تستنى فيك. بالله نحي رقم 14 نفتح صندوق 14 متأكدة انا راو كي سمعت قلت لي بالله نحي نمره 14 حسيت كل عندك مشكلة مع نمره 14 مضايقني بالشكل وان شاء الله ان شاء الله اللي الرقم اللي في داخله معناها ما يضايقكش زاد خاطر بعد ما حلوا صندوق بنزرت 14 باش تخلى نهائيا والى الابد عن مبلغ قيمته دينار
مزهر مزهر يا ابني يبعث لسماس فشتع يبعث نيك يبعث تفرش تبارك الله ايفلين معناها مزالوا لك اسمع كانت نحيلي طويكه ميسالش نحيلي 25 الف دينار 30 الف دينار ميسالش اما بلاك سنيد قاتل احمر على جنب ما نمسوه خاطر ماك تعرف تكاليف العرس في تونس اخر احصائيه خرجت قالت تقدر 50 الف دينار معناها اي مبلغ اقل من 50 الف دينار يكفيك باش تعمل خطبتك كهو باش تعمل ناي وين نمشيو خمسة شنو قايلك احساسك قبل ما ننسى خاطر كي ننسى راهو صاير خلاص 15,000 دينار تبارك الله تبارك الله كما شفنا صندوق الحمر الطو في بلايصهم فهمني بخلاف صندوق 200,000 دينار الله غالب خطا تقني صار معناها فهمني ولكن مش مشكل اي يبني نكمل لنا الجرين فهمني خلينا ديما مادام ماشيه الريتم لازمه فهمني اي أربعة تعرف أربعة زاد رقم يمثل لي أنا في حياتي حاجة فهمني خاطرني أنا معرس بأربعة نسية زاد فهمني إن شاء الله هما كلهم باهين معايا أما إن شاء الله رقم أربعة يكون باهين معاك خاطر بعد ما نفتحوش تتخلى عن 500 أوه شنو هالسحب هاو السحب كيفاش هاو السحب كيفاش مش كسطلة متاع البارح لا كعبتين بنان ربحهم بالله موك اللي كعبتين والله ساعات هكا كم لنا نسيت سامحني بهيت كم لنا مدام الريتم نسق 24 افتح افتح 5 صاحب عالمي صاحب قدم مازالوا زوز صناديق ونمشيو للفاصل الاعلاني افلي خلينا فهمني نمشيو بمعنويات مرتفعه فهمني وبكرارز منتفخه يلا اش عملنا 15 اي 15 فيه أنا أعطي فيها فكارها لازم نتمثل زود يا إيفلين أكل عرس ماشي ويبعد راه ملي كان عرس في دبي فهمني نشترى سيلك عرس فوق سطح طاوي كانت عدار لكن أسمعني مازال 300 مليون مازال 100 مليون ومازال 50 ألف دينار يلا إيفلين بدلنا الجو بدلنا الجو واي أضحك لي يعني ورينا ضحكة وامش أعطينا آخر صندوق خلينا نمشيو للإشعار المهم مش صندوق أحمر 12 فيه تشبيه نهار كل تغيير صندوق هذا أي لحظة الأولاد طويكة الفاصل الإعلاني متاعنا الإشعار طويكة فوالا شباب كما تشوفوا صاحب يدوخ صاحب مش نرمال صاحب ينيك بنيك فهمني وإذا كان أنت تؤمن بحظوظ إيفلين ما عليك كان تبعث لنا SMS على الرقم الظاهر أسفل الشاشة أو تعمل سبسكرايب على تويتش شانل جالي فيش تيان فهمني باش تدخل معنا أوتوماتيكيا في السحب وتربح شطر المبلغ المالي اللي باش تربحه إيفلين اليوم نرجع لكم بعد الفاصل لايك كم كوا كاميرا تطلع لفوق ارجعنا لكم فهمني والوضعية كما تشوفوا معنا المدام إيفلين قعد لها ربع دجاج وما قعد اسمعني خلينا نكون قنوعين طويكة انتي مزلك ربع دجاج وبعد ربع دجاج اشتر العرس معناها انتي طويكة كانت نحيلي ربع دجاج نقولك مبروك عليك اشتر العرس فهمني 25 الف دينار راهو مبلغ بعد ما الدولة تنحي 25% منه وتقسمه مع الرابح الاخر واحنا ناخذ التاكس نتاعنا راه تقعدك العصلة معناها هذاك عليه ماذا بك اقل شيء 100,000 دينار فهمتني اي البنكة لحظة استنى وين هو جانا تليفون عند بنكاجي تراح الو اي ياه ياه ياب ياب قالك محلاهم بنات سليانة فهمني ودكك شوية على المسيو نتاعك راهو فهمني قال لي مسكين فهمني ولا هو المرأة وانت الراجل ويضومر ساعات البنكاجي فهمني اما قالك لو كان تحب غير الصندوق
نواصله في صندوق، نواصله في صندوق نتاعنا. اي اي طويك، نحبك تركز لي مليح فهمني. اذوما اخر مزالوك خمس سنين دقا هاو قدامك باش نبدا. اسمع باش نولي نعمل سسبانس لازم نغطي المبلغ فهمتني شنو تفوش انت. لا عاد ماكش تسمع الصوت. 10 اي بعد ما حلوا 10 باش تتخلى نهائيا والى الابد عن مبلغ قيمته 25000 دي صافا به به والله به والله به. هذاك عندك هذاك عندك ثاني اخي بمبلغ فهمتني والله به. ما تغش الشابين حط شي في بالك في فورما ركزنا مليح. وين نمشيو؟ نمشيو الرقم واحد ولاية الكيف. ولاية الكيف هكا ضامر غزر لي وما شبه من غادي فهمني عيطولي بروسلي هذاك. مش تقول خاطر مضاربي خاطر ديما انك في الترايح معناها فهمني ساركازم. يلا بعد رقم واحد باش نتخلي توجع شوية ميسالش ميسالش اما ركز لي عندك صحي تعجبني الايجابية اللي فيك والله ما احلاها المرأة والله المسيو فهمني والله يعطيك عصبة فهمني. كان تقوم تخدم على صرمك فهمني وتلم الفلوس وتعرس قاعد تفرج في التلفزة عندك طويقة 75% فرصة باش تربح اقل شيء 50000 دينار 50% باش تربح 100000 دينار و 25% باش تربح 300000 دينار. ايفلين وين نمشيو؟ 18 يا ستار ويا جبار يا ستار ويا جبار. مبروك ابنين مبروك ربحت معانا 50000 دينار. اعطيني بوستيني اي مشيش غير مبروك 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 على المدام إيفلين ربحت 50000 دينار. واذا كانك انت الطاولة بعث الاس ام اس برمشي نايك ما عادش نسحق باش نقنعك انا لهني. اي إيفلين طويكة ما تعرف انت الانسان كي يوصل حاجة في حياته يفرح شوية ما ماذا به ديما يطلع المخير هكا ولا. احنا طويكة ضمننا 50000 دينار مازالوا قدامنا 300000 دينار و 100000 دينار. ساعات احساس كي يقولك ال 300000 دينار وين؟ واحد من الصندوقين من هذاكم الزوز معناها نوعا ما كان يقبل كان يعرض علينا بنكري تغيير مرة جاي باش تغير به. اما هو غريب معناها علاش حاستهم غادي وبالرغم من هذا ماكش قبل حاسه باش نطلعوا ال 50000 دينار. حسب رايك وينهم؟ هاي طلعهم نحبهم يطلعوا هنا رفضوا في 22. اسمع هذي باش نعملك فيه سسبانس ما يهمنيش ما يلزمكش تغزر لهنا ما يلزمكش تغزر غادي لازم نقص الصوت نتاع هذا فهمتني. انتوما باش نجمو تشوفوا المبلغ ما هي ليه معناها فهمتني. هاي 22 قد ليه 18 و 22 بعد لنحل صندوق 22 نعدين الزب خرجت من غادي 100000 دينار شاو على رواحهم. يا إيفلين يا إيفلين به طويك إيفلين حسيتك معنا ما تقلقتش من 100000 دينار مش مشكلة معنا. لا عادي مش مشكلة الفلوس قول الفلوس هي صح للدنيا كل هاي به عاد لحظة بلا سمحني يطلبك المعدة ذاك النهار كل يطلب فهمني. الو اي نعم نريت يطلع منهم الحلال فولات سليانه شفت كيف صايد تقول انت قال لك المسيو اكثر واحد فرحان طو هاي هاي قال لك يا اخي باش تعرف لي ولا باش تبدل طو بعدني مصر اشوف اللي بدي اربحه الاول. هاي سمعتش قالت لك قالت لك برا نايك هاي علق اي يقترح عليك البنكاجي تغيير الصندوق لا تواصل معناها تتشبث بالامل نتاعها الى اخر لحظه. ايفلين نحب نشكرك والله محلاك وعندك روح حلوه ياسر ونشيطه وفايقه وراك تشوف شنو هذا جاي من الصندوق كويس هذا الصوت كي تفتح صندوق كبير
اي خليها مساج والله جد تايمين زبور. عايشة قحبة يرحم والديك صاحبي. إفلين كما قلت لك راك لعبت مليح وعملت سحب صراحة خرافي واستثنائي فهمتني، ولكن السؤال طويك، يا اما باش ناخذ 50000 دينار ونعرسو بالمسيو، ولا ناخذ 300000 دينار ونبعثوه. باه اي إفلين حاضرة. اي سيدي بعد لنحل صندوق رقم 8 تبرقة تبرقة ولاية ربك باش تخلى نهائيا وإلى الأبد عن مبلغ قيمته ربحت 50000 دينار. إفلين ميسالش ميسالش كمام يقعدوا فلوس معناها فهمني، 50000 دينار غيرك راهو يخدم سنين باش يجيبهم فهمتني. يعطيك الصحة لعبت معانا، برافو على إفلين فهمني. عندك هكا كلمة تحب تقولها في الأخر إفلين؟ قديه بيطلع الخمسين ألف؟ باليورو 17000 16000. أما أنت باش تاخذ نصف 75% نتاعهم، معناتها تقول طلع بقرعة على حكاية حق كرهبة فهمني وفواياج لإيطاليا فهمني. اما مبروك عليك إفلين فهمني، ربحت معانا 50000 دينار. اذا هكا الشباب والشابات نكون وصلنا مع بعضنا الى نهايه الفيديو هذه اللي نتمنى تكون عجبتكم. اذا كان اي خلونا اراكم في الكومنتات، رانا ديما نقراو في الكومنتات نتاعكم. اذا كان تحبوا تشوفوا اكثر كونتنت من النوعيه هذه ما عليكم، كان تعملوا علينا طله في www.twitch.tv/jellyfishtn اللي هتلقاوه اللوتة في الديسكريبسيون. وفوالا شكرا حسابة سبابة الى اللقاء. ريتهم ممثالك كفنيك نيك دارس لاف سف سف نعرف كان النيك